أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البو مسكن المسكر في هاي بنجور بالبلغاري دبرو أترو بالأسواني. كيفكم مثل الحلقة؟ أهلا وسهلا بكم مرة تانية بقناتي Why E for me everyone dream of have future life. This dream can only come true if he find to himself a life partner. So a good stream. المهم ندخل في الموضوع عطل. النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا، إزاي ربحت كاس اليوتيوب. كاس اليوتيوب واتحدى يوتيوب، أي حد اتحدى اي يوتيوبرز ان هو اخد كاس اليوتيوب. مش هوريكم الكاس دلوقتي، هوريكم في اخر الفيديو. بس المهم النهاردة ازاي نشرح ازاي تعلي قناتك على اليوتيوب. بس هو هنا في مشكلة، يعني هل كل الناس هتشتغل على اليوتيوب؟ يعني هل هو الهدف ان احنا ننزل فيديوهات على اليوتيوب ونعمل شير ونعمل كومنت ونفضل ننتشر وننتشر ننتشر وكل الناس هتتفرج علينا؟ يعني احنا نفضل ننزل واحنا هنتفرج على بعض؟ طب يعني مفيش حاجة مفيدة، احنا عايزين نعمل حاجة مفيدة النهاردة. النهاردة اجيب لكم فيديو في 7 حاجات ازاي تطلع بيها بالقناة بتاعتك لفوق، زائد ان انت تعمل شيء مفيد. اول حاجة خليك معايا، اول حاجة السر وراء نجاحك على قناة اليوتيوب، تمام؟ اقعد مع نفسك اعلم انت عملت القناة ليه؟ عايز تبقى عندك 1,000,000 مشاهدة، 1,000,000 سبسكرايب. في ناس عندها 9 مليون سبسكرايب، المشكلة يعني، بس المشكلة مش كده. المشكلة ان انت قبل ما تعمل القناة انت عملت القناة ليه؟ يعني ايه الهدف من القناة؟ رقم واحد لازم تحدد. تقعد مع نفسك كده قاعده، تعمل كوبايه شاي، شاي شيكول، شاي لبن. حد على فكره انا هنزل لكم فيديو كيف تصنع كوبايه الشاي تشيكول اللي هو الشاي بلبن، لان اساسا مفيش حد يعرف يعمل يعني شاي تشيكول زي اللي انا بعملها. وصدقني ونصيحه هبقى اوري لكم الفيديو في الاخر. اول حاجه تعملها ان انت تقعد مع نفسك، انت عملت القناه ليه؟ ايه الهدف من القناه؟ تمام، يعني انت هتقدم ايه للناس؟ ايه الشيء المميز اللي عندك؟ فانت لو انت عملت القناه بتاعتك ودورت ان انت تعمل قناه عشان خاطر فلوس، صدقني مش هتوصل. لكن لو انت عملت القناه عشان انت بتحب الناس وبتحب ان انت تخدمهم وتحب توصل كل المعلومات اللي عندك اللي ربنا علمها لك، يبقى انت اكيد هتوصل. هتوصل عند الناس والناس هي اللي هتوصلك للفلوس. لكن لو انت بصيت للعكس، صدقني هتفضل طول عمرك عايش كئيب، رقيب، بئيب، ذئيب. يبقى اول حاجه اللي احنا قلنا عليها قبل الفاصل ان انت لازم يكون عندك هدف ان انت توصله للناس قبل ما تعمل اي قناة. تاني حاجة ان انت تكون صريح، لازم يبقى في عندك صراحة. الصراحة، البساطة، الحاجات اللي انت تقدمها وتقولها، وتوصيل المعلومة تكون بسرعة، ما تقعدش تقف كده ويعني تحس ان تفضل تحكي كتير زي ما انا عمال احكي كده كتير، كلام مالوش اي لازمة. تفضل يعني الصراحة والبساطة، وان انت يكون في صدق في كلامك، ما تقعدش تعمل يعني كلام كذب وما تتكلمش على حد. يعني ما تطلعش في قناه وتعمل لي قناه زي القنوات اللي هي مش مظبوطه، يروحوا يتكلموا على حد مثلا مشهور، يقول لك مثلا محمد رمضان مش عارف عمل ايه، احمد وحسن وزينه مش عارف عملوا ايه، مش عارف. طب انت مالك ومال الناس؟ يعني خلي الناس في حالهم، داعي الخلق للخالق، يعني اللي هيحاسبهم ربنا. انت مالكش دعوه، انت تقدم الشيء المفيد. انت عامل القناه ليه؟ انت اشتغل ايه؟ انت عامله القناه ليه؟ يبقى انت عامله القناه عشان توصل للهدف. اتفقنا على كده؟ بقى تكون صريح، تكون بسيط، تكون صادق، ويكون في امانه ان انت مثلا هتعمل القناه هتقدم منتجات وهتبيعها. ما تجيش مثلا شركه من الشركات تقول لك يا باشا بص يا باشا انت مشهور وعندك قناه فيها 50 مليون مشترك، فاحنا هنقول لك خد الازازه دي وقول لنا على وهندي لك مثلا $1,000 تقول ان الازازه دي اللي يشتريها هيكسب جنيه ذهب مثلا. يعني يبقى انت كده ما عندكش امانه. لا، خلي عندك مبدا. يعني على فكره بمناسبه الميه بقى هقول لكم على حاجه، خليكم بس مركزين معايا ان انا الفيديو ده بقوله عشان احنا هنشرح سبع حاجات تخلي قناتك فوق عندك اكتر من ملايين السبسكرايب. بس احنا قلنا حاجتين قبل ما نكمل ال5 حاجات الباقيين من السبعه. احب اقول لكم على حاجه، يعني مش عندنا في اسوان في اي حته، انا مش هقول عندنا في اسوان في بلدي، لا عندنا في اي حته في مصر، لو انا مثلا انا عن نفسي هروح اشتري الازاز دي مثلا ب6 جنيه او ب5 جنيه من اي محل، ها هروح اشتريها وهمشي بيها في الشارع عادي، مفيش اي مشكله، صح؟ فيها حاجه؟ لكن في حين ان انا بقى ايه، يعني لو انا مشيت بدي بالنسبه لي انا عادي، او عند بعض الناس. لكن 90% من الناس لو انا مشيت بازاز يقول لك اه بس يا باشا ده اللي قالوا ليا
باللغة بتاعتنا احنا رجاله لجية لجية يعني ايه طلع حاجة. المهم او ان هو ليه يعني فلوس وبتاع بقى ومتروش بقى ومعاه فلوس مش عارف ايه، عمال يشتري ازاز مية وبتاع، لكنها حاجة غريبة صح؟ مش كده برضه؟ مش ده اللي بيحصل؟ في حين ان في ناس كتير في مصر يروح يدفع 20 جنيه مش 5 جنيه، لا يدفع 20 جنيه في ازازة سوري 20 جنيه في علبة سجاير، يعني حرام. ده مش كلامي، ده كلام الازهر في سنة 99 نزلوا منشور ان التدخين حرام شرعا، مش كلام انا، الازهر في سنة 99. وفلوس بتضيع وصحة، ومكتوب على اللي يغيظك بقى ان مكتوب على السجاير يقول لك ايه، يقول لك مش دي مش سجاير يعني، على السجاير يقول لك التدخين يدمر الصحة ويسبب له، وناس بتروح تشتري. وعادي تلاقي مثلا واحد ماسك الموبايل بتاعه علبة السجاير اخد بالك انت الموبايل السجاير وماشي بيهم بقى وبتاع، في حين ان هو لو مسش بس ما يقدر عيب يا عم، مش بيقدر الناس تقول عليا ايه. المهم نرجع لموضوعنا، قلنا اول حاجه الهدف في الفيديو، وبعدين الصراحه والامانه والبساطه، وان انت تقدم شيء مفيد للناس. ثالث حاجه بقى ان جوده الصوره، مش هقول لك روح اشتري كاميرا ب 2000 3000 4000 5000، لا كلنا بدانا صغيرين، وانا ما زلت لغايه النهارده معلش انا عمال اهرش بس عشان ايه الدنيا حر قوي، وانا قافل المروحه قافل البيبان عشان انا ما عنديش استوديو. مش لازم يكون عندك استوديو، انت في بيتك في غرفتك. وانصحك في واحد انا عن نفسي شفت له فيديو اسمه رغيب امين من المغرب، شاب علمني حاجات كتير الصراحه، يعني حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها على النت، والربح من الانترنت هو علمها لي. من ضمنها كان بيقول انا بدات بغرفه في منزل ابي ثم الى مدونه المختلف، يعني ايه؟ يعني هو بدا صغنن جدا، وهو بيقول يعني انسان متواضع بيقول ان هو بدا بحاجات بسيطه الى مدونه يعني موقع الكتروني يعني شركه تحت منه بقى في ناس بتشتغل، تخيل انت؟ يعني هو بدا من تحت وطلع فوق، وفي غيره كتير، انا بدي لك مثال حي. فعشان كده بقول لك احنا مش كلنا كيوتيوبرز، يوتيوبرز اخدت بالك من الحته دي؟ مش كلنا كيوتيوبرز ان احنا نبدا بكاميرات عاليه، لا بالموبايل بتاعك نظف العدسه كده من ورا وصور. لو انت تقدم شيء مفيد، لو انت عايز تدخل في بزنس اليوتيوب يكون عندك مليون سبسكرايب، يبقى لازم يبقى في جوده في الصوره، ما تجيبش مثلا موبايل سوري يعني الكاميرا بتاعته مش قد كده، لا يعني وسط، خليك في الوسط. هات يا عم بالتقسيط، شوف صاحبك يشتري لك موبايل نضيف، مش لازم يكون اوفر يعني 5000 6000، لا يعني 1000 مثلا 2000 يعني كده، مش لازم يعني. وبعدين ادي له كل شهر 200 جنيه سهل، ابتدي بالموبايل اللي معاك انت نفسك، بالكاميرا بتاعت الكمبيوتر العادي اللي عندك في البيت، ابتدي طالما انت عندك معلومات وعايز تقدمها للناس. سوري عندنا زمان لما كان حد يقول للتاني سوري نقول له هافا كلوري، بس انا ما اعرفش يعني. المهم فتبدا بالكاميرا البسيطه. يبقى تالت حاجه في السبع حاجات ان انت جوده الصوره بتاعت الفيديو اللي انت هتنزله للناس والصوت، صوره وصوت، هتقدم صوره وصوت فيديو. مش لازم تشتري مايك، يعني انا دلوقتي بعمل لك الفيديو ازاي؟ اهو بالموبايل، انا ببص على الكاميرا بتاعت الموبايل وبتكلم على طول فالصوت بيطلع كويس، بس انا عامل حاجتين، قافل الشبابيك ومختار مكان في بيت صاحبي، يعني مختار ان انا اصور في مكان في بيته فوق كده في حته عاليه بحيث ان ما يكونش فيه ضوضاء ولا عربيه ولا بيب موتوسيكلات وكلام فاضي كده وتكاتك وبتاع وحاجات غريبه. تكاتك، هو التوك توك حلو يعني، احنا ما قلناش يعني التوك توك حلو بيوصل في اماكن كده بزقريب وبتاع، لكن المشكله اللي راكبين التوك توك يعني نصهم مثلا انا اعرفهم هنا عندنا في اسوان محترمين، في انا اعرفهم شخصيا اصحابي فاتحين بيوت متجوزين وما عندهمش مصدر رزق غير التوك توك، وراح المرور وطلع ورق ودول نركن دول على جنب لان دول ايه محترمين. لكن في ناس تانية بقى يعني انا مش عايز احكي عليهم عشان الله يصلح حالنا وحالهم، انتوا عارفين بقى. نكمل الموضوع، يبقى قلنا الاربع حاجات فاضل اكملهم في الفيديو ده ولا الفيديو اللي جاي؟ اكيد لازم يكون في الفيديو اللي انا قلت عنوان سبع حاجات عشان ده انا نسيت اصلا، ده انا بعمل الفيديو ده عشان الكاس بتاع اليوتيوب، كاس اليوتيوب. فاضل ثلاث حاجات عشان ما ندوش مع بعض نتكلم بقى بجد، بلاش تهريج بقى نتكلم، يعني كل اللي فات ده ارميه واللي جاي ده
ثلاث حاجات تخلي القناة بتاعتك موجهة لفئة من الناس، وبعدين تتنوع. يعني ايه؟ ما تقعدش تنزل فيديوهات في كذا حاجة وتسرق من هنا وتحط من هنا وتحط وتتكلم في 20,000 موضوع، هتلاقي مالكش جمهور. لا، انت تتكلم في شيء معين انت بتحبه، انت بتحب الكورة يبقى تتكلم في الكورة، تعمل فيديوهات على الكورة وتحلل ومش عارف ايه. انت بتحب مثلا الرسم يبقى انت تجيب ورق وترسم وتصور نفسك وانت بترسم مش عارف. يبقى في تخصص ليه؟ عشان تستهدف فئة من الناس، عشان تاخد تريندنج عالي للفيديوهات بتاعتك. فاضل حاجتين معانا، ان لازم وتحطها قاعدة في موضوع الربح من اليوتيوب. الحاجتين الأخرانيين دول، لو أنت عندك مثلا محل، فتحت محل والمحل حطيت فيه بضاعة نظيفة وعملت افتتاح وجالك زباين، بعد شهر اتنين تلاتة هوب ابتديت تنام، يعني ما بتهتمش بالمحل بتاعك، ما بتحطش بضاعة جديدة، ما بتعرفش الناس عايزة ايه، ما بتتفاعلش مع الناس. يعني واحد بيجي يشتري نص كيلو بيض ب5 جنيه، قال يعني ب5 جنيه يعني، وتبص له كده لا، يبقى في كومنت باشا ايه الاخبار يا عم، احنا مش احنا 3 ايام ما شفناكش يا عم، فينك يا عم، نص كرتون ده بيض بس يوصلوا لك حالا، يا محمد حضر له نص كرتون بيض واديها للباشا وصلها له لغايه العربيه. يعني انت اهتميت بالمحل، فبالتالي يبقى عندك جمهور بيحب يروح يتعامل معاك ويبقى ايه يشتري منك. نفس الموضوع، انت عملت قناه على اليوتيوب عامل كده كئيب وبتاع، مش هيتعاملوا معاك، انت لازم يبقى فيه ايه كده. يعني فهمته ولا ايه؟ انت فهمته؟ فهمته؟ اخر حاجه بقى، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو قبل ما اوريكم كاس اليوتيوب، عشان تستمر في القناه بتاعتك تفضل ترتفع، تمام؟ لازم وحتما ولابد وضروري واوعى واياك ولازم، مش هقدر اقولها تاني لان انا مش حافظها، ان انت كل يوم تدخل على النت اكنه بزنس، اكنه يعني مش هو بيزنس فعلا، يعني اكن انت رايح الشغل كل يوم، لازم تفتح اليوتيوب وتشوف الجديد واللي ممكن تعمله واللي ممكن ما تعملوش وكده. واقول نقطه صغيره بقى، لازم تحدد وقت معين او تنزل فيديوهات باستمرار في وقت معين الناس عارفه انت هتنزل امتى. وليكن هتبتدي مثلا بفيديو كل اسبوع، فيديو كل شهر، بس كتير قوي كل شهر الصراحه، كل اسبوع، مش لازم تنزل كل يوم. ما تغلطش الغلطه اللي احنا غلطناها زمان وانت تفضل تنزل مثلا 3 4 فيديوهات كل يوم كل يوم وتلاقي 3 4 شهور نايم. لا، طول عليكم، قوم طول، مع ان في كلام كتير عايز اقولكم. انتوا جمهوري العزيز، انتوا سبب يعني ان انا قاعد بحكي معاكم وبصدعكم وعمالين تسمعوني. فالنهارده احب اوري لكم كاس اليوتيوب اللي انا اصلا ما خدتوش، بس انا يعني زي ما هم بياخدوا الدرع بتاع اليوتيوب، المفروض انا كمان يعني ادي لنفسي جايزة. فانا بدي لنفسي جايزة كاس اليوتيوب، اللي هو اصلا السبب في ان انا مدمن شاي اتش كول. فكاس اليوتيوب اللي بيعمل شاي اتش كول، اشوفكم الحلقة الجاية.